وكذا أعضاء حضورنا اليوم لإطلاق فعاليات الحملة الترويجية للألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر ابتداء من 5 جويلية إلى غاية 15 جويلية. اليوم هو بداية لسلسلة من النشاطات التي سيتبناها المجتمع المدني الوهراني خلال الأيام القادمة من بداية من اليوم إلى غاية انطلاق الألعاب العربية. عدة نشاطات على مستوى شاطئ الأندلسيات، على مستوى الساحة العمومية، ساحة البلدية والساحة العمومية هنا أيضا بوسط المدينة. تحضيرا وترويجا لهذه الألعاب إن شاء الله غادي تستضيفها إن شاء الله ولاية وهران، لعد احنا الطروة كرينا بعدنا هنا في وهران بإذن الله إن شاء الله، راكم تعرفوا الشعب الوهراني بطبعه راه مضياف. ألعاب الدول العربية بالجزائر ما شاء الله، يعني شوف الأفراح قديش محتفلين بالدول العربية تجي لعندهم، والشعب مضياف والدولة مضيافة، وتحية الجزائر.